عايزين حل. انا رايي حل الدستور اللي استفتنا عليه. انا رايي اللي احنا استفتنا عليه 65% في الدستور في كل الاحوال الحل الناس دي تقعد مع بعض والناس دي رافضه الحوار خالص. في ناس ما عندهمش والشرعيه مع رئيس الجمهوريه بيصفوا جابوا الصندوق، وفي نفس الوقت الناس دي بتقول لك بيشكوا في شرعيته. الراجل ده اللي في ممكن شرعيه ثانيه لما عمل الدستور وقعد يقول الدستور ده دستور اخوان او دستور جماعات اسلاميه بس نزل الشعب 64% من الشعب استفتى عليه، فده حاجه ثانيه تضاف للناس عاوزه برده رئيس الجمهوريه. فالناس دي كده كده مش عاوزه شرعيه. يعني مش عارفين هم ليه خايفين من الصندوق اصلا. الحاجه الثانيه الجيش البيان بتاع امبارح اللي احنا بنشكره عليه اللي خلى الناس ترفض امبارح الساعه 10، وفوق الناس فعلا افتكر اللي هو هيرجع ثاني اللي هو ينقلب على الشرعيه خش السياسه ثاني. لما عمل ايه؟ لا التلفزيون دلوقتي اتقسم خمس ست شاشات. ده موقع خمس ست شاشات، شاشه واحده بس ايه صغيره للايه؟ للرابعه العدويه، والباقي ايه؟ ميدان التحرير كان مليان، بس مليان بمين؟ مليان بالبطاريه والفلول. ليه 6 ابريل انسحبت؟ انشقت وجت الرابعه العدويه. ليه؟ لما صور حسني مبارك واحد بتقولوا كل شويه نوم مؤامرات، بلاش نوم مؤامرات، بس لما تفكر شويه لما تلاقي ازاي شفيق واحد من الفلول مع محمد الامين مع قنواتهم مع احمد بهجت مع الناس دي مع الحزب الوطني مع ناس دلوقتي كله حاطه في ايد بعض ضد الرئيس. طيب انت شايف دلوقتي ما يعني استفيد الوقت دلوقتي مرسي يتكلم على الناس؟ مرسي من اول ما مسك لغايه النهارده بيدعي الناس للحوار، من اول ما مسك عمال يرضي، واحنا دلوقتي احنا اصلا رافضين ان هو ايه يقعد مع الناس دي. للناس دي مالهاش شعب. ده هو موقع يا حاج مش تلفزيون. انا عايز اقول حاجه، ده موقع. انتوا احنا جايين هنا لله يا جماعه، مش جايين للتلفزيونات، احنا جايين هنا لله. لازم تصحح النيه وتصحح النيه لله عشان ربنا ينصرنا. احنا مش جايين لا للتلفزيونات ولا للظهور، يبقى كده احنا متساويين زينا زي الناس التانيه. على فكره انا لاحظت حاجه غريبه جدا، هو معظم الناس اللي طالعين على مرسي بيستغلوا موضوعيه الاسلاميين في المناقشه وموضوعيه الاسلاميين في الاعتراف بالاخطاء وبيوجهوها في اتجاهات غلط. انا عايز اسال الجماعه الماركسيين والشيوعيين الاحرار والليبراليين، هو من امتى الاحتشاد في الشارع هو منطق الليبراليه؟ من امتى؟ هو انتوا كفرتوا بالصندوق خلاص؟ لو ده انقلاب على الليبراليه العالميه يبقى قولوا لنا ده انقلاب على الليبراليه. ما تقولوش على نفسكم ليبراليين، قولوا فوضويين عشان نقدر نفهم انتوا بتقولوا ايه. هي معظم الناس اللي خارجه مش خارجه عشان مرسي زي ما بتقول، او مش خارجه عشان الجماعه. معظم الناس اللي خارجه حاسس ان الحريه بتاعتهم اللي انتزعوها في 25 يناير بتتنزع منهم، بتروح منهم. حاسوا ان امن الدوله هيرجع تاني يدوس على رقابين، حاسوا ان النظام القديم هيرجع برجال اعماله انه مصوا دمنا ومصوا الشعب ده كله. فكلنا احنا خارجين مش عشان كمرسي كشخص، احنا خارجين عشان شرعيه، عشان الراجل ده لو اتشال بعد كده مفيش حد يقعد يمر في البلد دي. احنا خارجين عشان حريتنا اللي بتروح مننا. طيب كلكم شايفين الكلام وصح؟ ايوه صح. انا في حاجه تانية احنا بيتهموا الاسلاميين ان هم اقصائيين، احنا ماشيين في الشارع واحنا جايين بنتلفت حوالينا، احنا خايفين الناس تهجم علينا عشان احنا اللي مربي دقنه ولا اللي نازل عشان يأيد مرسي. خايف لان هم مش عايزين اي حد يقف في الشارع غيرهم، اي حد تاني هينزل حاسس ان هم هيتحرشوا بيه. اختك بنتك مراتك هتنزل وهي لابسه مرقه، انت نازل خايف عليها. الراجل يبقى مربي دقنه يقلعوه جلابيته في المترو، ده هو ده الاقصاء بعينه. احنا بالعكس احنا عايزين كل الناس تعيش معانا. دلوقتي مجموعات منظمه لارهاب المواطن العادي، مجموعات منظمه الحزب الوطني وامن الدوله والمخابرات العامه، وكلهم دول اتلموا واتحدوا على الرئيس مرسي. ليه؟ كل معلومات الدوله ما كانتش بتوصل للرئيس، كل معلومات الدوله بيوصلوا له يعني الفتات، وفضلوا يطولوا الحبل للرئيس ويلفوه حوالين رقبته، وفي الاخر السيسي امبارح يطلع ببيان كذا 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 ويقول الشعب. انهي شعب اللي بيتكلم عنه السيسي؟ انهي شعب؟ الشعب اللي من اسوان الاسكندريه، ولا الشعب اللي في رابعه العدويه، ولا الشعب اللي في كل ميادين مصر؟ انهي شعب؟ يا سياده الدكتور محمد مرسي، المليون اللي في ميدان التحرير هقول 5 مليون مش هم اللي هيمشوا حضرتك. انت جيت باراده من الله ثم اراده من الشعب، واحنا اخترناك على بركه الله.
انت العربيه يعني اصطنعت على عهدك، انت اول انت اللي زودت معاش التضامن من 140 ل 300 وفي شهر 7 يبقى 400. انت الوحيد اللي عملت للطفل المتعوق اللي عنده مرض مزمن عملت له معاش. انت الوحيد اللي متواضع، انت اللي بتتكلم بلغه عربيه فصحى، انت اللي بتتكلم الفقراء باللغه بتاعتهم. يا سياده الرئيس احكم السفينه فان البحر عميق واسير على بركه الله. مرسي يعمل ايه؟ الجيش الاستاذ عبد الفتاح السيسي اتق الله بشعب مصر ولم الشمل انت والرئيس مرسي، لم الشمل انت والرئيس مرسي واتقوا الله بشعب مصر، اتقوا الله بشعب مصر. انا بقول له دكتور مرسي دكتور مرسي لازم انت تشد على الناس دي، تفريطك في الناس دي هو اللي وصلنا لذلك، يعني ما تسيبش الناس دي، لازم يحاكموا كل من اخطا، لازم يحاكم. يحاكم ازاي؟ يحاكم يعني يحاكم محاكمات ثوريه، لسه الثوره مستمره ودون الرقاب ودون الشهداء الرقاب. يعني دكتور مرسي لازم الناس دي اللي هو البراهم عمرو موسى والناس دي ما يسيبوهمش كده، لازم الناس لازم الناس لا لازم الناس دي تحاكم، يعني ما تسيبش كده. انا مصري 100% بس فاهم. انا دلوقتي نحاكم الناس ازاي دلوقتي؟ انتوا شايفين يعني انا مش عايز اشوف تحت شوية القانون كفيل كلنا شايفين كده ولا لا؟ انا اقول ما اتفرجش، هو دكتور مرسي على عهده ما بقاش فيه معتقلات في مصر، ما لا يوجد اي معتقل في مصر. الناس دي لازم تحاكم. انا عايز اقول حاجه، الاعلام بيكسب كتير، عايز اقول حاجه يا استاذ، الاعلام بيكسب كتير ما بيوصلش الحقيقه، كل الاعلام الاعلام ما زال بيكسب. فاحنا بنقول له يا دكتور مرسي لازم تشد على الناس دي. ممكن نقول لا اتكلم لو سمحت، ما عملش اخطاء، سيبنا اتكلم. نعم رئيس غلطه، نعم هي بص غلطه العمليه ايه ده؟ اتكلم تواضع ليه؟ لا مش غلطه دي، اصبر عليا. لا اله الا الله، اصبر عليا. التواضع ليه دايره، اذا خرج عن الدايره يبقى ينقلب عكس عكسي على صوت. الدايره هي اللي قال انا ليا حقوق، انا انتوا حقوق وانا ليس لي حقوق. مفيش واحد ماليش حق، كل واحد له حق. الحق اللي ليك عليا احترمك، والحق اللي ليك عليا انك تحترمني. خدت بالك انت ازاي؟ ولكن عشان يسيب الاعلام يوصل لما وصل اليه بهذه الطريقه لابد وان ياتي بنتيجه عكسيه، والنتيجه العكسيه هي موجوده في ميدان التحرير. انا عاوز لحظه الرئيس، الرئيس رفع الاجور على الرغم ان عارفين حاله البلد الاقتصاديه، رفع الاجور حط مرك البلد السياحه وكله كان شغال بيصرف. الراجل دوت رفع الاجور، قام بجار البلد الاحترام الى قام، يعني هو من الطبقه الوسطى ومن طبقه الشعب ومن الطبقه الكادحه العامله، غير بعض المفسدين المتربعين اصحاب المصالح. فعلى الرئيس يقولوا عمل ايه؟ لا الرئيس عمل حاجات كثيره للبلد، بس طبعا لابد ان انت تذكرها. رسالة واحدة بس، شكرا. أوجه رسالة بس، أوجه رسالة للسيسي، أقول له لو الدكتور مرسي ساب في الوقت اللي احنا فيه مصر هتبقى دم أقوى من سوريا. واحنا مش عايزينها كده. يا سيادة الرئيس بقول للسيسي، بقول له الرئيس مرسي لو ساب البلد في الأوقات دي هتبقى أقوى، هيبقى فيها دم أقوى من سوريا والشرعيه دول القاهرة. ثانية واحدة كده راحت 25 دقيقة. سو أنا عايز ألم ممكن واحد آخر ستيتمنت كده. رسالة واحدة. طيب ممكن نعمل كيلو بامية هنا نشوف مين هيكلم. خليه يتكلم هو خلاص. مافيا الحلول النظام الصارف في القضاء، هو دخل عش الدبابيه. فاحنا جايين دلوقتي لازم نسانده علشان يقدر يقضي على حلول النظام السابق ويقدر يقيم الدوله الاسلاميه اللي احنا بننشدها. رساله واحده للدكتور محمد بوش، اقول لك سر على بركه الله ولا تحصى في الله لومه لائم، فوراءك رجال يحبون الموت كما هم يحبون الحياه، ودماؤنا هي البديل، إذا أسقطوك فدماؤنا هي البديل، والله أكبر ولله الحمد.
احسن جهاد لو سافرت فلوس احسن جهاد ان شاء الله.